أنا نورة عبدالنور، حاسبات ومعلومات القاهرة، Information Technology. أول مرة أسمع عن النانوديجري بتاعت يوداستي كان من خلال أصحابي في الكلية. كنت فاكرة إن هي زي أي بلاتفورم تاني، بالعكس لقيت إنه الانترفيس بتاعها أسهل، وكل طالب ليه الكلاس روم بتاعه وموجود فيه الكورس اللي هو درسه واقف لحد فين فيه. كان معانا مانيتور موجود أول 3 شهور في النانوديجري، كان بيساعدنا إزاي إن إحنا نشتغل على البلاتفورم، وكمان لو في مشاكل في المادة العلمية، وكان بيبقى موجود معانا 24 ساعة. في الكلية القسم كان بيركز أكتر على الهاردوير والسيكيورتي، ما كنتش عارف أي حاجة على الأندرويد. بعد إن أنا ديجري طريقة تفكيري كبروجرامر اتغيرت، بقيت أحسن، إن أنا بقيت بفكر أكتر، بمسك ورقة وقلم وأبدأ أشوف إن أنا الكود هحله إزاي والمشاكل اللي تواجهني هبدأ أحلها إزاي. ما بقيتش كمان بعتمد على الانستراكتور اللي موجود بس، لا كنت ببدا ان انا اشوف ادور على اللينكات وابدا اسيرش على النت واشوف هحل ازاي المشكله اللي موجوده معايا. انا كنت بجازف ان كان بيبقى عندي مذاكره وامتحانات، لكن النانوديجري بتاعتي دستي ساعدتني اكتر، خصوصا ان انا عملت 10 ابلكيشن ساعدتني في مشروع التخرج، وان انا كمان بقيت سابقه عن غيري وعندي معلومات اكتر.